طيب اخبار النادي الاهلي النهارده طبعا والفرق المختلفه هنروح نتابعها مع مريم سميح زميلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم غنجور صباح الهنا عليكي، وبستمتع انا شخصيا دايما بقراءتك والاخبار اللي تكوني مجهزاها خاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه. اتفضلي يا مريم. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم والفرق الرياضيه الاخرى، وايضا انشطه اللجان وانشطه مجلس اداره النادي الاهلي. البدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم، والحقيقه يعني اقل من 10 ايام بتفصلنا عن عوده الفريق مره اخرى للتدريبات الجماعيه. يمكن هيعودوا مره اخرى للتدريبات تحديدا يوم 24 من شهر اغسطس الجاري، يمكن هيكون يوم الخميس المقبل، لا يعني اللي بعده على طول. الحقيقه يعني ده استعدادا للموسم الجديد، وبعدها بقى هيسافروا لمعسكر اعداد هيكون في النمسا، وهيبدا من يوم 28 وهينتهي يوم 6 من سبتمبر المقبل. بعد كده بقى هيعودوا مره اخرى استعدادا للمباريات اللي منتظراهم طبعا في الموسم الجديد. طبعا يعني يا نهاوند زي ما انت تابعتي الفتره اللي فاتت الاخبار، ويمكن احنا نوهنا كذا مره ان النادي الاهلي وتحديدا لاعبي النادي الاهلي بيسيطروا في هيمنه الحقيقه كامله يعني على استفتاء رابطه الانديه المحترفه. الحقيقه يعني ان يمكن منذ ساعات قليله تم الاعلان ايضا عن يعني لاعب من لاعبي الاهلي بينضم للقائمه الحقيقه حديثا، وهو طبعا علي معلول نجم النادي الاهلي كأفضل باك ليفت. ده طبعا بعد عدد كبير جدا من الاستفتاءات اللي تم إعدادها خلال الفترة الماضية على الصفحات المختلفة الخاصة بالسوشيال ميديا لرابطة الأندية المحترفة. والحقيقة أن علي معلول قدر أنه هو يتفوق على بقية اللاعبين من بقية الأندية ويحصل على أفضل باك ليفت طبعا يعني في النادي الأهلي وفي الاستفتاء بشكل عام. أيضا يعني زي ما احنا عارفين أن أيضا كان محمد هاني حصل على أفضل باك رايت، ومحمد عبد المنعم حصل على افضل قلب دفاع، وطبعا يعني حارسنا حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي حصل على افضل حارس مرمى في هذا الاستفتاء. طبعا بنبارك لهم كلهم، وده المعتاد على النادي الاهلي دايما لما بيدخل اي منافسه واي استفتاء بيكون ليه نصيب الاسد في هذه الاستفتاءات. خلينا بقى يعني ننتقل للالعاب الاخرى، ويمكن مؤخرا منذ ساعات قليله الحقيقه يعني في صفقه جديده للنادي الاهلي تحديدا في صفوف رجال سلة النادي الأهلي. أعلن كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التوقيع وانضمام مصطفى كيجو لمدة 4 سنوات مقبلة طبعا قادما من نادي الشمال القطري لمدة 4 سنوات. يمكن زي ما أنا قلت الحقيقة في صفقة انتقال حر، ويمكن يعني تم الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، ويعني يمكن كمان هينضم حديثا وتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات علشان يقدر أنه هو يكون موجود في صفوف في الفريق في الاستعدادات للموسم الجديد. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين المفاوضات بدأت مع مصطفى كيجو يمكن عقب عودته مباشرة في منتصف شهر يونيو الماضي من نادي شمال القطري، والحقيقة قدر النادي الأهلي أن هو يفوز بالتعاقد مع مصطفى كيجو. ويمكن يعني كيجو كان ليه بعض التصريحات الخاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، الحقيقة قال أن مسؤولية كبيرة جدا على عاتقه يعني يمكن بعد الانضمام للنادي الأهلي، وتيشيرت النادي الأهلي أكيد مسؤولية كبيرة لأي لاعب، خاصة أن يعني صفوف فريق سلة الأهلي قدر أن هو يسيطر على كافة البطولات خلال ال3 مواسم الأخيرة. وهو كمان قال أن يمكن جاله عروض كتير جدا عقب عودته من نادي الشمال القطري، ولكن الحقيقة أنه هو فضل أنه هو يكون موجود ضمن صفوف النادي الأهلي، وده بالنسبة له يعني هو ده الاختيار الأمثل أو يعني ذا بيست. وكمان قال أنه أكيد هيسعى ويبذل يعني كل جهده خلال الفترة المقبلة علشان يحققوا المزيد والمزيد من البطولات. هو شايف أن الموسم الجديد هيبقى أصعب طبعا، لأن يمكن الوصول للقمة أكيد شيء يعني جماهير النادي الأهلي متعود عليه، ولكن الحفاظ على هذه القمة هو اللي صعب جدا. عشان كده كيجو شايف ان الايام اللي جاية او الموسم المقبل والجديد هيكون اصعب من المواسم يعني الماضية. خلينا بقى ننتقل كمان ولسه مستمرين مع اخبار فريق السله، ولكن يعني سله سيدات الاهلي. الحقيقه ان منتخب مصر 3 في 3 طبعا اختار ثلاثي النادي الاهلي ثريا محمد نادين السلعاوي رنيم الجداوي عشان يكونوا موجودين ضمن صفوف فريق المنتخب 3 في 3، ده طبعا علشان يشاركوا في بطوله وومن سيريس. ويمكن بطوله وومن سيريس انا هوند بتاهل او بتساعد على الانتقال لاولمبياد باريس 2024. الحقيقه ان المرحله
الأولى هتقام في بولندا، طبعا هتكون في الفترة من 14 ل 15 أغسطس الجاري. بعد كده المرحلة الثانية هتكون في إسبانيا، هتقام في يعني الفترة من 18 وحتى 19 من شهر أغسطس الجاري. خلينا بقى نختم أخبارنا النهاردة، طبعا يعني عايزين ننوه على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يعني اللي حابين أن هم يلحقوا يشتركوا في عضوية النادي الأهلي بالتجمع الخامس أو الشيخ زايد، يمكن خلاص متبقي أيام قليلة جدا علشان بعد كده يعني هيتم رفع رسوم طبعا عضوية وقيمة عضوية الاشتراك في النادي الأهلي. فالحقيقة يعني يمكن خلاص احنا وصلنا لمنتصف الشهر، ويمكن بدءا من يوم 1 سبتمبر تحديدا يا نهاوندا هتزيد قيمه العضويه، فعشان كده حابين ننوه على كل مشاهدي قناه الاهلي، يعني خلاص متبقي اقل من اسبوعين، فاللي حابب يلحق بقى ان هو ينضم لطبعا عائله النادي الاهلي في الافرع المختلفه يا دوب يعني يلحق قبل ما تزيد قيمه العضويه. طبعا دي كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك جدا يا نهاوندا، الكلمه ليكي مره اخرى. رائع جدا، وتغطية كالعادة رائعة منك ومفيدة جدا زميلتنا العزيزة الشاطرة مريم سميح، شكرا ليكي جدا على هذه التغطية.